هعمل معاكم النهاردة شنطة على شكل دايرة من القماش الشموع. ده شكل الشنطة من جوه، هي فيها 3 جيوب وعليها وردة من بره ولها جيب من بره. الخامات المستخدمة بقى الشموع وفازلين وقماش للبطانة والسوستة. هنجيب قماش الشموع ونطبقه 4 طبقات. وبعدين هنرسم دايرة هيبقى نص القطر بتاعها طوله 16 سنتي. كل 16 سنتي هنحط نقطة. وصل النقط ببعض، نقصها بقى. ده شكل الدايرة. الحاجات اللي مش مظبوطة دي هنقصها تاني نظبطها. دي هتبقى هي هنقص دايرتين نفس الشكل ده بالظبط. دي الدايرة التانية الشموع عشان يبقى وش وظهر الشنطة. هنقص بقى 3 دواير من قماش البطانة. دايرتين هيبقوا اللي هما بطانة الشنطة من جوه للوش والظهر، والدايرة التالتة هتبقى نعمل بيها جيبين للشنطة. او من 3 دواير واحدة منهم هنقسمها 2. هنقص بطانة برضو، هنقص دايرتين من الفازلين عشان الشموع، ودايرتين برضو من الفازلين عشان البطانة بتاعت الشنطة، عشان تبقى الشنطه واقفه ما تبقاش نايمه، ما تبقاش قماش كده تبقى تنام على طول، لا تبقى واقفه زي الشنط الجلد. هنقيس بقى محيط الدايره دي هو طلع 75، هنزود عليه 5 يبقى 80 عشان الخياطات. هناخد بقى خط مستقيم هيبقى طوله 40 وعرضه 10 سنتي. ده اللي هي هو اللي هيبقى جنب الشنطة. هنجي 10 في 40 هنقصه. وهنعمل برضو مستطيل نفس الحجم ده كمان واحد، او ده هنحطه عشان نعمل كمان واحد نفس الحجم ده اللي هو 10 في 40. وهنقص زيهم برضو للبطانة مستطيلين 10 في 40.
وهنقص فازلين برضو نفس المقاسات، اللي هو هنقص للجسم المرة، والبطانة برضو هنقص 4 مستطيلات اللي هو 10 في 40، هيبقى 2 عشان الشموع و2 عشان البطانة. هنعمل بقى ايد الشنطة. ايد الشنطة هتبقى 120 في 7 عشان يبقى عرضها ولا رفيع قوي ولا تخين قوي. هي القماشة هنا مش هتكفي 120، هتبقى اقل شوية، فانا هقص حتة اللي هي قد بعضها من ديت، وهقص حتة كمان هتبقى تقريبا 20 سنتي او 25 سنتي عشان نكمل 120. اظبط بقى القماش عشان نطلع ايه بقيه الايد. نظبط الحته اللي تنفع يطلع منها الشنطه منها الايد. نجيب بقية الايد، هنظبط بقى كل الحتت اللي مش مظبوطة فيها. وهنقص لها برضو فيزلين، كل الحتت بتاعة الشنطة هنقص لها فيزلين عشان تبقى واقفة ما تبقاش نايمة، ويبقى شكلها حلو ما احنا بنستخدمها. وادي الحته بقيه الايد، بص لها روحها في سجلين. هنقص بقى شريط رفيع كده في حدود 3 سنتي، ده هيبقى شريط البيض، هقفل بيه الخياطات من جوه عشان ما يبقاش فيها اي تنسيق. هعمل بقى الوردة اللي بره، اي ورقة مدورة، واعمل ايه نص دايرة. اعمل نص دايرة جنب نص دايرة جنب نص دايرة كده، بحيث انهم يبقى ايه اقواس كده جنب بعض. هقصها بقى. هي هتاخد شكل النص دايره كده شبه الفستونات عشان تبقى عامله شبه الورده. اهو ده شكلها بعد ما اتقصت. نجيب بقى الفازلين ونكويه على كل حته من الحتت اللي احنا عملناها بالمكوى عشان يلزق ايه في القماش. اهم حاجة نكوي كويس عشان يلزق كويس الفازلين في القماش. هو بياخد وقت شوية عشان يلزق الفازلين. هنلزق كل الفازلين بنفس الطريقة دي في الايد وفي الدوائر اللي برا والدايرة اللي جوه وفي خط الجنب وكل الحاجة وكل الشنطة. ده بعد ما لزقناهم كلهم بفازلين ولزقنا الجنب كمان ولزقنا الايد.
الوردة بقى هنجي اسرجها من تحت اسرجة صغيرة كده، كلها عشان اكشكشها وايه واعمل بعد كده شكل الوردة. كده سلقتها كلها، تيجي ألفها بقى على شكل وردة. أقفلها بقى عشان ما تفكش مني وأنا بلفها وردة. تيجي بقى خيط ألفها على شكل وردة كده وخيطها بالإبرة لحد ما اخلصها كلها. كده خلصتها، هقفلها بقى من تحت بقى شبكة كلها في بعضها. شكلها وردة، احط لها زرار بقى في النص. اشبك بقى الزرار كويس عشان ما يقعش. ده شكلها اللي بعد ما خلصت. هنجيب دايرة من دايرتين يعني من نصها كده بالظبط، هنرسم خط عشان هنعمل فيها الايه السوستة، ده اللي هيبقى ظهر الشنطة. وهنعمل طلع سنتي ونص ونعمل خط تاني. وبعدين نبعد عن حرف الشنطة 5 سنتي شمال ويمين ونعمل خط. نعمل خط كل ناحية خط. هنفتح بقى ايه الجزء اللي في النص ده عشان ده المكان اللي هيتركب فيه السوستة. قص بالراحة عشان ما نطلعش عن الخط اللي احنا عاملينه. كده انا قصيتها، احط لها السوسته بقى، اخد المقاس بالظبط. وانا كده خدت مقاس السوسته، قصيتي زياده، هظبطها بقى واشبكها بدبابيس عشان لما اجي اخيطها تبقى ايه مظبوطه السوسته في مكانها. كده شبكتها بدبابيس، اخيطها بقى، ابتدي اخيط الشنطة. انا هخيط الجيب، خيط الجيب اول حاجة عشان هركبه مع البطانة، ونخيط الايد
عشان دي هتتقفل مع نصين بتاع الجنب. هتنيها بقى كده، خلصت الايد خياطة. هشبك بقى البطانة مع جسم الشنطة نفسه، اصلا اللي هو الشموا مع البطانة بتاعتها كلهم مع بعض، عشان ايه وانا بخيط ما يبقاش الطبقتين كل طبقة لوحدها، يبقى الطبقتين مع بعض، تبقى الخياطة مظبوطة من الاول خالص. خيط السوستة، خيطها مرتين عشان تبقى الخياطة ثابتة وجامدة. دي كده خيطت السوستة، وادي الجانب بتاع الشنطة. هقص بقى واحد اتنين عشان ده اللي هركب فيه السوستة بتاعت الشنطة. اركب الجيب بقى على البطانة، شبكه بلابيس، اخيط الجزء اللي انا قسمته اتنين دهوت عشان يبقى كله برضو خياطات، عشان لما اتركب فيه السوستة يبقى مظبوط. اخيط الجيب مع البطانة، انا بخيط كل الحتت مع بعضها عشان تبقى اصلا الخياطة لما يجي يخيط ما يبقاش فيه طبقات كتيرة، يبقى المظبوط اصلا من الاول. انا هعمل الجيب ده على الجيبين فهخيطه من النص. هركب سوستة الشنطة بقى، اشبكها بدبابيس برضو. بعد كده بخيط ناحية من السوستة، وخيط الجيب التاني بتاع الشنطة. هقلب الايد بقى، انا بقلبها بابره كبيره كده عشان تبقى الايد ايده رفيعه. كانت الايد اتقلبت، خيطها مع الجنب بقى، الطرفين بتوع الجناب. كده الايد اتشبكت بخياطة الجنب اصلا. هعمل بقى شريط بيه لخياطة الجنب عشان ما تبقاش فيها تنسير. هركب بقى، هنقسمها بالنص ونركبها بقى في الجنب. هنقسمها اربع تربع، هيبقى في نصين عند خياطة السوستة وفي نصين فوق وتحت، بحيث ان الجيب يبقى موجود تحت
نظبطها، خط نص تحت يبقى في نص الشنطة من تحت، اخيطها بقى، اخيط الدايرة في جنب الشنطة نفسه. كده فاضل شوية فيها، كده كلها خلصت. نعمل الناحية التانية نفس زي الأولانية بالظبط، ونخيطها كلها كده. دلوقتي بقى نركب لها البيه عشان تبقى الخياطة نظيفة من جوه. هو البيه بيتخيط مرتين، هاكي كده نصيت حتة زيادة. اتنيه بقى، خيطه مرة كمان. انا هظبطه بقى من الحته اللي هي بتاعه تقفيله الخياطه عشان ما تفكش من بعضها، اطرح مقصيص اصلا. اتنيه بقى وخيطه مره كمان، نفس الحكايه دي بعملها في الناحيتين، كل الخياطات بخيط لها شريط بيه مرتين كده عشان تبقى الخياطة نظيفة من جوه، تبقى شكل الشنطة اصلا نظيفة ميبقاش فيها اي تنسير.